يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يدعو إلى الاختلاط مستدلاً بأن المسجد الحرام يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك؟ الاختلاط في المسجد الحرام للضرورة، ما هو مقصود، وإنما هو للضرورة. أما في الاختيار فلا يجوز الاختلاط، ما يجوز أن تعمد الاختلاط، لأن يعني هذا مدعاة إلى الشر، مدعاة إلى الفتنة. أما إذا حصل اختلاط من غير قصد في موطن مزدحم المسجد الحرام، هذا ما هو مقصود، هذا للضرورة فقط. نعم، مع التحفظ والحذر من الفتنة والابتعاد مهما أمكن. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي صديق، ونوصي أيضا، نوصي النساء وأولياء النساء أنهم ما يجيبونهن وقت الزحمات الشديدة والاختلاط الشديد. العلماء قالوا أن النساء يطوفن بالليل مثل ما هو في المغني وغير، حفاظا عليهن، فالمرأة تتجنب الاختلاط والزحمة الشديدة، ووليها يجنبها هذا ويأتي بها في وقت مناسب، وقت الزحمة فيه خفيفة. نعم.